السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده مع اسامه. وطبعا انتظرنا بعد مباراه منتخب مصر والنيجر عشان نطلع نتكلم عن المباراه. النهارده النادي الاهلي كان راحه من التدريبات صباحا ومساء، ويبدا ان شاء الله العوده للتدريبات مره اخرى صباحا ومساء ابتداء من الغد استعدادا للمباراه الوديه امام فريق اسوان. كل التوفيق للنادي الاهلي في الاستعدادات قبل مباراه الاتحاد المنستيري، المواجهه الصعبه بل الصعبه جدا من وجهه نظري لانها في دور ال 32 لا تقبل القسمة على 2. النهاردة منتخب مصر أدى أداء إلى حد ما فوق المتوسط، نتيجة جيدة، تفوز 3-0. حتى لو منتخب النيجر منتخب مش بالقوة الكافية، ترتيبه في أفريقيا 29 من حيث التصنيف، ولكن في النهاية بداية موفقة لروي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، واللي اعتمد على طريقة 4-3-3. وأنا يعني عارف أن في بعض الأمور أو بعض الاختلافات الفنية على طريقة 4-3-3، ولكن وجود محمد صلاح من وجهة نظر الشخصية وطريقة 4-3-3 في ليفربول بتساعد أي مدير فني أنه يجي يلعب 4-3-3، غير أن المدرسة البرتغالية بقت بشكل كبير يعني بتروح لطريقة 4-3-3. وهنا تم توظيف محمود حمادة اللي أدى أداء من وجهة نظر جيد جدا في أول مشاركة دولية ليه لاعب فاركو، وأيضا أحمد سيد زيزو اللي تم توظيفه مركز 8. ولكن الطريقة دي بتقول أن السولية هيتم إجهاده مرة أخرى وإرهاقه مرة أخرى، لأنه هيكون اللاعب الأساسي المحوري في منتخب مصر. ممكن يتم توظيف امام عاشور زي ما هو موجود في نادي الزمالك، ممكن يبقى زيزو، ممكن يبقى محمود حماده، لكن بنسبه كبيره جدا السوليه حاجز مكانه لانه افضل مركز 8 في مصر. النهارده صلاح سجل هدفين، الهدف الاول تمويهه كويسه جدا وتسديده قويه برجله اليسرى، ولكن الهدف الثاني من ركله جزاء وهدف لمصطفى محمد اعترض عليه كتير مدافعين النيجر على انه تسلل، ولكن الحقيقه الباك رايت كان مغطي على مصطفى محمد. مبروك لمنتخب مصر الفوز، ولكن لازم نقف عند نقطتين لازم نتكلم فيهم بشكل واضح جدا. هخلي نقطة الجماهير دلوقتي، لكن انا هتكلم ان ما بين الشوطين تم الارسال لجميع الصحفيين ان زيزو والونش اللي خرجوا مع نهاية الشوط الاول هيروحوا معسكر نادي الزمالك عشان المباراة الهامة والمصيرية والمرتقبة ما بين نادي الزمالك وبين إلكت بطل تشاد في دور ال64. والجدير بالذكر ان مباراة الذهاب انتهت على ارض الكاميرون، الارض اللي اختارها بطل تشاد يلعب عليها مباراته، انتهت 2-0 لصالح نادي الزمالك، واهدر نادي الزمالك ركلة جزاء ومباراة العودة في القاهرة. ومع ذلك تم السماح لزيزو والونش ومن قبلهم عواد بالبقاء مع نادي الزمالك في دور ال64. اتكلمنا كتير ووضحنا كتير، بس اتمنى ان حتى لو عندكم ردود كاعلام لقناة نادي الزمالك او اعلاميين منتمين لنادي الزمالك، ما ينفعش بعد كده اي مزايدة على النادي الاهلي في اي تعارض مواعيد مباريات ما بين ارتباطات النادي الاهلي وارتباطات منتخب مصر، ايا كانت ارتباطات رسمية او ودية، لان اعتقد شفنا امم افريقيا ولعيبة النادي الاهلي مكملة لاخر مباراة، شفنا كأس العرب اللي هي البطولة الودية، ولعيبة النادي الاهلي لعبت كل المباريات ولغاية اخر مباراة، مباراة التحديد الثالث والرابع، وكانوا بيلعبوا يوم السبت، وكان عندنا الاربع مباريات السوبر الافريقي، وتم اصابة السولية وما نزلش المباراة دي. والسولية كلنا عارفين ان هو ملوش بديل في النادي الاهلي بشكل كبير جدا الموسم الماضي، ومع ذلك قدرنا نفوز على الرجاء بركلات الترجيح. فكل التوفيق لنادي الزمالك في البطولة اللي قاب قوسين وادنى من الخروج منها لو تم تطبيق العدل. هتكلم في النقطة دي، بس لازم اربطها الاول بنقطة الجماهير، جماهير الكرة المصرية. شفنا ملاعب او ماتشات نادي الزمالك في نهاية الدوري كان المفترض يدخل 2500، كنا بنلاقي نص المدرج ممتلئ بالتأكيد، وده كان دعم كبير للاعبي نادي الزمالك اللي قدروا يحققوا بطولة الدوري. لما بنيجي نشوف مباريات المنتخب بنلاقي عدد قليل جدا اللي عنده شغف الحضور. لما تيجي تدخل تشوف التفاعل السوشيال ميديا مع مباريات المنتخب بتلاقي عدد قليل جدا اللي عنده الشغف لمباريات المنتخب الودية. هتقول لي ما يمكن عشان دي مباراة ودية، هقول لك الصورة اللي هعرضها قدام حضرتك دلوقتي صورة من مباراة ودية لنفس ظروف منتخب مصر، ألا وهو منتخب الجزائر الشقيق أمام منتخب غينيا. منتخب الجزائر وصل لآخر مرحلة أمام الكاميرون، خرج من آخر مرحلة زي ما احنا خرجنا من آخر مرحلة أمام السنغال. منتخب مصر نفس الطريقة، منتخب مصر مفيش شغف جماهيري، منتخب الجزائر منتهى الشغف الجماهيري، المدرجات تكاد تكون ممتلئة، ومنتخب الجزائر له صولات وجولات في كأس العالم، وبالتالي كان عندنا علامة استفهام. بس علامة الاستفهام دي هنرجعها للتعامل الاتحاد كرة القدم وقت
او في الجزائر واتحاد كرة القدم في مصر. لما خرج منتخب الجزائر او ما قدرش يصعد على حساب الكاميرون لتصفيات كاس العالم، تصفيات النهائي في كاس العالم في قطر، قدم اتحاد كرة القدم ورئيس الاتحاد استقالته، اعتبر ان هذا فشل ليه هو وان خلاص علاقته انتهت، ويجي اي اتحاد قادر ان هو يعيد المنتخب الجزائر ان هو يعود مرة اخرى لكأس العالم. وكان عندهم عدم الصعود لكأس العالم بعد الاخفاق الافريقي، هو فشل فقدم استقالته. اللي حصل ايه مع منتخب مصر بعد ما حصل عدم الوصول لكأس العالم؟ تم الاحتفال اولا بالمركز الثاني اعلاميا في أمم أفريقيا، فطبيعي جدا كنت تخرج من السنغال اللي احنا احتفلنا عشان خسرنا أمامها نهائي البطولة الأفريقية. ثم حصل ان الوحيد اللي استشعر الحرج ورحل هو كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، اللي بنسبة كبيرة هيقود او خلاص بنسبة مؤكدة هيقود ايران في كأس العالم، لان الراجل عنده طموحات متجددة. اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان حصل انقسام داخل اتحاد كرة القدم، وكان الكابتن حازم امام من ضمن المعترضين على الاختيار بالتصويت، وكان عايز يختار المدير الفني لوحده، فاصبح في اشارة واضحة في الشارع الكروي الرياضي ان هذا الاتحاد هو اتحاد حازم امام، وبالتالي هذا المنتخب هو منتخب حازم امام، ودي خطورة شديدة جدا. لكن عشان للأمانة القصة ما ارتبطتش فقط او انقطاع الشغف او ضعف الشغف بمنتخب مصر ما كانش في الاتحاد الحالي فقط لغير، لا الاتحاد السابق والاتحاد الذي قبله او سبقه. فالقصة باختصار شديد ان عندنا منظومة كرة القدم اصبحت تؤثر بشكل كبير جدا على تفاعل جماهير كرة القدم المصرية مع منتخب مصر. انا رافض تسمية المنتخب باي اسم غير اسم منتخب مصر، لكن اتمنى من القائمين على كرة القدم المصرية يدرسوا الحالة دي، لان الحالة دي ما اعتدناش عليها ابدا، ولا حابين نشوف ابدا المدرجات بالشكل ده، ولا حابين نشوف ان مفيش شغف كبير بمنتخب مصر اللي كلنا بنتشرف بانجازاته الكروية بنتكلم في المجتمع الرياضي. فاتمنى يكون في دراسة للحالة دي، نشوف القصة ايه، هل هي اسعار تذاكر، هل هي ادارات متعاقبة على اتحاد كرة القدم المصرية ما كانتش حاطة كرة القدم المصرية أولوية أولى، وفي بعض الانتماءات كانت بتدخل في الموضوع. لو ارتفعت أسعار التذاكر يا ريت نخفض أسعار التذاكر لمباراة منتخب مصر ونشوف القصة ايه. طب لو انت خفضت أسعار التذاكر على منتخب مصر هتعمل ايه في مباراة الأندية؟ انا وجهة نظري لازم على الأقل تخفض ايضا أسعار التذاكر للأندية، وتحاول يكون في أريحية اكتر في دخول المباريات عشان يرجع تاني شغف مشجع كرة القدم بكرة القدم المصرية من المدرج، وكمان الأهم شغفه بمنتخب مصر. ده نقطة واضحة جدا، أتمنى القائمين على إدارة كرة القدم المصرية يدرسوا الحالة دي ويحطوا أسباب عشان يعالجوها، بس تكون الأسباب منطقية حتى لو هم كانوا أحد هذه الأسباب، فيبدأوا يغيروا من تعاملاتهم في شكل الإدارة ويحطوا منتخب مصر أولوية أولى على الأندية ولون التيشيرت والانتماءات. النقطة الأخرى، أحمد سيد زيزو خرج بعد 45 دقيقة، الونش خرج بعد 45 دقيقة، وهيروحوا معسكر نادي الزمالك عشان مباراة بطل تشات. تمام، القصة دي بتقول ان ما ينفعش اعلامي زملكاوي يطلع ان هو يتحدث عن مزايدات لما النادي الاهلي يكون فيه ارتباطات رسمية، بس مش ده الاهم. ليه مش ده الاهم؟ ده نقطة بتؤكد القصة اللي احنا قلنا فيها ان ممكن يكون الانتماءات والالوان بتتحكم في المدير الفني القائم او الحالي لمنتخب مصر. عواد سابه واتكلم عنه بشكل استثنائي، زيزو والونش سابهم وبعد الشوط الاول، وكان اصلا الخبر واصل بين الشوطين لكل الصحفيين، وبالتالي ده اصلا تمهيد او كان في اتفاق مسبق قبل المباراه ما تتلعب، مفيش ادنى مشكله خالص. نادي الزمالك بيلعب دور ال64، بس الزمالك اصلا تواجده في دور ال64 وعبور دور ال64 بالتاكيد هيكون محل شك لو اتحاد كره القدم بالفعل حقق في الاوراق اللي قدمها نادي الزمالك بشكل رسمي من اجل الحصول على رخصة الاندية اللي بسببها اشترك في بطولة دوري ابطال افريقيا. قبل كده وضحنا بشكل كبير جدا ان في عهد اعتقد الاستاذ عمرو الجناني كان اتحاد كرة القدم او هاني بوريدة، عشان بس ما نظلمش حد، في اتحاد كرة القدم كان في مباراة فريق الزمالك وفريق المصري كان عليهم مخالفات وعدم التزام بمعايير الزامية للحصول على رخصة الاندية او رخصة الكاف، بانهم
اتغرم اتحاد كرة القدم المصري 5000 دولار. ليه؟ لان كان المفترض لا الزمالك ولا المصري يكون عليهم قضايا لاي لاعب او ديون لاي لاعب، وكان موجود القضايا وموجود الديون، واتحاد كرة القدم المصري قدم ان هم ما لهمش اي قضايا ولا اي ديون لاي لاعب، ووقتها حصل على رخصة الكاف سواء الزمالك او المصري، والعقوبة جت على الاتحاد 5000 دولار، ومحدش سأل دول اتدفعوا من مين واهدار مال عام الدولة ده راح فين. فعادي جدا عدى الامر لان القصة 5000 دولار. حاليا الاعلامي استاذ محمد شبانه فجر قضيه، احنا مش هنقول كلامه صح 100% ولا هنقول كلامه غلط 100%، لكن الشفافيه بتقول لك ايه؟ بتقول لك هل بالفعل الكلام ده حصل ولا ما حصلش؟ هل بالفعل في حجز على ارصده نادي الزمالك؟ لان نادي الزمالك مديون ب 130 مليون جنيه للضرائب والتامينات. دي نقطه مهمه جدا. هتقول لي طب ايه علاقه ده باستبعاد نادي الزمالك من البطوله؟ هقول لك يا سيدي، ما هو الورق ده، الورق ده من ضمن الاوراق او المعايير الالزاميه اللي انت بتقدمها، ان انت لا تكون مديون لحكومه ولا مديون لموظفين ودافع رواتب الموظفين عندك، ولا مديون وعليك قضايا نهائيه لاي لاعب عندك وتكون مسدد كل الاموال دي. فلما يجي انت تقدم ورق ان انت ما عليكش ضرائب او سددت الضرائب وسددت التامينات، ويحصل ان في حجز على حساباتك في البنوك بسبب عدم سداد الضرائب والتأمينات، إذن الورقة دي ورقة غير حقيقية، وبالتالي عقوبتها تبعا للكاف 10000 جنيه غرامة على النادي واستبعاد النادي من البطولة على الأقل. يعني إيه بطولة على الأقل؟ يعني ممكن نستبعده البطولة دي وما يشاركش البطولة الجاية كمان. طب هل حد هيحقق في القصة دي؟ لا. ليه لا؟ لأن الأستاذ جمال علام اللي هو القائم بعمل رئيس اتحاد كرة القدم، وانا اسف جدا انا قاصد القائم بعمل رئيس اتحاد كرة القدم، لان يبدو في الافق رئيس اتحاد كرة قدم بيدير الملف بشكل افضل او بشكل فردي، طلع مع الاستاذ احمد موسى وقال بوضوح يا احمد بيه اللي بيغلط عندي بيتحاسب، ولو في غلط اثبتته اللجنه الخارج او الصادره من وزاره الشباب والرياضه اكيد هعاقب المسؤول. اللجنه المنوط بها التحقيق في ملف نهائي دوري ابطال افريقيا قالت ان الجهه التنفيذيه في اتحاد كره القدم هو المخطئ اللي هو الاستاذ وليد العطار المدير التنفيذي للنادي. هل اتعاقب وليد العطار؟ لا. هل تم استبعاد وليد العطار؟ لا. هل هيتم استبعاد وليد العطار؟ استحاله. وليد العطار يعني مع المبنى، يعني وليد العطار مدير تنفيذي مع مبنى اتحاد كره القدم، تستلم المبنى المفتاح وليد العطار. طب راح وليد العطار هتستلم المبنى المفتاح ثروت سويلة، يعني خلاص، يعني احنا قواعد عارفينها اتربينا عليها من صغرنا ان الكابتن او الاستاذ ثروت سويلم اللي هو هتستلم مبنى اتحاد كره القدم والمفتاح، خد ثروت سويلم معاك. طب بلاها ثروت سويلم ودي الرابطه وهات وليد العطار، فمفيش حد هيتحاسب. فانت عايز تقول لي ان حد هيتحاسب في ملف التراخيص بتاع نادي الزمالك؟ بالتاكيد لا. لكن انا اتمنى لو في شفافيه عشان يرجع شغف الناس لمنتخب مصر يتم التحقيق في الواقع. هل فعلا نادي الزمالك مديون؟ هتقول لي يا طيب انت عايز يتم التحقيق في واقعة الضرائب والتأمينات، واصلا اتحاد كرة القدم عمل جدولة 76 مليون جنيه لنادي الزمالك، النادي الوحيد اللي عليه 76 مليون جنيه، وتعمل له جدولة ما كانش فيه اصلا شفافية في عرض الدفعة المقدمة ولا في فترات السداد ولا هيتسدد قد ايه. انت راجل طيب قوي يا اسامة. ما انا عارف، انا مش بكلمكم عشان طيب ولا بسأل السؤال عشان عايز اجابة، لكن بسأل السؤال في نوع من انواع حط افتح القوس ودخل كمان الضرائب والتأمينات. هتقفل القوس؟ لا اتحاد كرة القدم عنده 76 مليون وال130 بتوع الضرائب والتأمينات، هنسيب القوس مفتوح. ليه بقى هنسيب القوس مفتوح؟ لان عندنا واقعة الاستاذ او اللاعب او الكابتن سيف الجزيري اللي احنا اتكلمنا فيها مرارا وتكرارا. طب ايه اللي عاد الحديث في سيف الجزيري؟ ما خلاص يا عم الموضوع خلص بقى، ما يفرقش معاك بقى. حسين لبيب قال دفعنا 20 مليون ونادي الزمالك والمقاولين بعد كده، واتحاد كره القدم قال لك ده انتقال حر. لا هقول لك، اصل الافريقي التونسي كتب النهارده ان الفيفا راسل الاتحاد المصري لكره القدم انه يجيب له مستندات انتقال سيف الجزيري ما بين نادي المقاولين العرب ونادي الزمالك في تاريخ اقصاه 16 اكتوبر. هتقول لي ايه بقى القصه دي؟ طب ما عادي، اللي خلاهم يقولوا ان الانتقال فري على عكس التصريحات اللي صدرت من مسؤولي الزمالك والمقاولين، هيقولوا ان عقد جديد يتعمل، ولا هقول لك ده بينزل على التي ام اس وبتواريخ و و و. القصه كلها ان الافريقي التونسي والانديه التونسيه اعتقد حمام الانف اللي لهم في حصه الرعايه بتاعه سيف الجزيري سمعوا التصريحات بتاعه
رئيس نادي الزمالك، وسمعوا تصريحات مسؤولين في نادي الزمالك عن دفع 8 مليون ثم 12 مليون، وشافوا المواقع المصرية كلها كتبت عن الواقع. الغريب ان اتحاد كرة القدم مش هنا، فعايز اتحاد كرة القدم يحقق في ضرائب وتأمينات وهو اصلا لا بيحقق في 76 مليون بتوعه ولا بيحقق اصلا في عقد جاله. الاندية بتقول ان فيه 20 مليون، رئيس نادي الزمالك الكابتن حسين لبيب قال دفعنا 20 مليون، والاتحاد المصري بيخاطب الفيفا بيقول له الانتقال فري. ف اعتقد واضح جدا غياب الشغف للجماهير على منتخب مصر. النقطة الاهم وده درس لازم نتعلمه، القصة مش قصة قوة رئيس نادي الزمالك الحالي على الاطلاق، القصة قصة قوة نادي الزمالك، قصة قصة المنتمين لنادي الزمالك اللي بيخدموا نادي الزمالك من اي موقع، لان واقعة سيف الجزيري كانت في عهد حسين لبيب ما كانتش في عهد رئيس نادي الزمالك الحالي. سيبك من ان رئيس نادي الزمالك الحالي بيعملهم بمنتهى العنف ومنتهى القسوة، لكن هو بالتأكيد بيتعامل بالشكل ده معهم لان عارف ان خدمة نادي الزمالك بتجري في الشرايين مجرى الدم. نشوفكم على خير، والاهلي دائما منتصرا، الاهلي فوق الجميع.